السلام عليكم. إيهاب محمد، مختبري وحدة العزل مستشفى الديوانية التعليمي. اليوم وأثناء قيامي بواجب الإضافي اللي هي مو خفارتي، واجب الإضافي جاي أجيب مواد أوساط ناقلة من مختبر الصحة العامة المختبر العزل، تعرضت الهجوم من قبل مجموعة مسلحة بقيادة كفاح القريطي. كفاح القريطي قيادة قائد المجموعة مسلحة داخل مختبر العزل. عليكم السلام. داخل مختبر العزل، دخلوا المختبر العزل وتعرضوا لي بالضرب داخل مختبر العزل بدون انذار. يجي واحد وياهم من الاستعلامات، واحد اجر يومي او ما اعرف شنو، يقول لي هذا يقول لي هذا مدير المستشفى، شخص ما اعرفه ما شافه بالمستشفى بحياتي، يقول هذا مدير المستشفى. يتعرضون لي للضرب داخل المستشفى. اي شيء يصير علي مسؤوليه كفاح القريطي. خلينا نهبط.